ايدك قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم. بكرة تاني عندي الأستاذية التدريب الرياضي مبرة درجة ثالثة كرة قدم ممثلة برنامج المعارض الممتازة هنا في جبهة. بتحكيك اليوم على الجورني اللي صاير اليوم في الأول 21/2015 المعارض الممتازة اللي هو اتفاقية بين الدوري التنجيز الممتاز والمركز الثقافي البريطاني. هم يحبوا يدخلوا في المراكز الداخلية يحبوا يعملوا فورماسيون في ميدان كرة القدم يهتموا ببناء القاعدة لتكوين الشباك. احنا اليوم ما تشوف انا كممثلة رسمية تعمل في جبهة حاولوا بعد ما عملوا التكوين لنطاق غير هضامة حبوا يجوا عايزين يجوا يعملوا اليوم التنسيقي هذا من الصغيرات على 50 تلميذ بين فتاة وفتاة. اليوم بجهة تفرج الطائرات عاملين الجو هذا نعتبره يوم تاريخي بالنسبة لكم ممثلين على الدوري الانجليزي الممتاز. هذه اول بادرة واول حاجة باهية كثير لهنا في المنزلة تحت ضيافة جمعية المنزلة الرياضية. إذا تقفصة مراية تتكلم